الماضي وليس المستقبل. المسألة المعروضة التي يمكن أن يحصل عليها الأحزاب الموجودة الآن كانت معروضة عليها منذ زمن طويل. يعني حددت المادة 4 أهداف الحزب أنها المشاركة بالسلطة، يعني أن يكونوا جزء من هذه الجبهة الوطنية التقدمية التي اخترعها الحزب أو السلطة الحاكمة منذ 40 عاما. أول مشروع دستور نزل، من أول مشروع قانون الأحزاب نزل كان هدف الأحزاب تداول السلطة، بعد يومين سحب المشروع وتغيرت للمشاركة بالسلطة. هذه المسألة مطروحة على الأحزاب من زمن طويل، أن يشاركوا بالجبهة الوطنية التقدمية وأن يكونوا جزء من المشاركة بالسلطة وأن لا يكون هناك معارضة. فإذا هذا قانون أحزاب للماضي وليس للمستقبل. ثانيا، الشروط التعجيزية التي وضعت لتشكيل الأحزاب بالإضافة إلى شرط المادة 3. نعم سيد أنور، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات القانونية، شكرا جزيلا لك.